كيف طريقتك في الدراسة، أو كيف الوقت اللي كان الجهد اللي كنت تعمليه؟ أو كأول شيء كنا جريت زي جريت طالب توجيهي، كيف انه اول مثلا بنكون تحضير قبل المادة، بنكون مراجعات بعد ما نخلص من المدرسة، ما بقرأ، ما بروح على كتاب عدل، لا في راحة، في فترة العصر بنستغلها كثير، فترة الفجر كنا اكثر فترة كنت بستفيد فيها، فترة الفجر كانت جريت، الفترة الفجر بعد كنت بعتمد كل جريت كانت عليها فترة الفجر، عشان هيك بتكون لما ارجع للمعلومة حتى بلاقيها شوي ثابتة، بعيد عليها ان شاء الله في امتحان النهائي، في امتحان النهائي النهائي لما قدمنا ما تغلبت في المدرسة، كانوا حتى مريت يعني عييت في امتحان التاريخ، لكن كان في فترة 3 أيام حنتها بفضل المراجعة، عشان أشكر ربنا إنه كنت براجع، كنت بس بمر في على الصفحة بطلع عليها وبرجع بلاقيني إيش عارف في خلفية للمعلومات. ايش الدافع اللي يخليك تدرسي وتجتهدي وتفكري انك تكوني يعني متفوقة؟ اول دافع ارفع راس ابوي وامي، هو اول دافع عن جد، يعني هو كل حتى لما ادعي ان شاء الله اول شيء بدعي ان شاء الله ارفع راسه وارفع راس معلماتنا، كان معلماتنا بدهم يطلع من مدرستنا، بدهم طلاب مجتهدين، بدهم يعني من الاوائل. الحمد لله انا رفعت راسهم ورفعت راس معلمتنا ودرتنا واتصلت علينا، كل اتصل يعني ووالديهم رفعت راسهم الحمد لله وفرحانين الحمد لله. تتوقع اللي يجيب 99 عبقري ولا كل انسان ممكن لا والله يدرس؟ اجتهاد اجتهاد، يعني هو صح فيه بس اجتهاد اجتهد، يعني اقرا وتابع، انا متابعه الحمد لله من ايام كنت ميولي مش للميول العلميه، الميول الادبي معروف، والادب بده ايش؟ متابعه، بدوش نسبة ذكاء كبيرة، مو متابعة وحفظ الحمد لله، في هيك وفي هيك، في يعني في تحتاج ذكاء، رياضيات كان فيها، وكان في الثقافة كان فيها نسبة، حتى جانا في امتحان الثقافة سؤال هو اللي بده، مو هو حتى مش للعلم، كان بده تفكير، بده إعمال العقل، هو هيك. كيف مش كان كله. الوالد معك والوالدة في خلال فترة الدراسة؟ كانوا قاعدين عندي. يعني كان قاعدين يشجعوك بشجعوا عشان هيك دعم، كانوا قاعدين بدعموني بكلمات عن جد، كان حتى الوالد كان بدعي، كان في الصلاة، كان كل ما يرجع الصلاة بدعي، كل ما يروح على الجامع بدعي، كانت أمي الحمد لله كانت تدعي وبتفرح، ويعني كانوا شكلوا دعم كبير لألي الحمد لله. تمام. كنت تمسك الجوال تصفح انترنت ولا منعزلة تماما عن لا ولا منعزل ولا شيء. قديش فترة الدراسة اليومية تقريبا؟ مش عارفة ما في خلينا نقول كل ثمان يوم سنين دراسة قديش كنت تقعد على الجوال تصفح وسائل التواصل؟ بقعد ساعتين بس منقطع، مش متواصل. جميل جدا.